أحبتي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم أجمل تحية وأقدم لكم حلقة جديدة من برنامج موصليات، فأهلا وسهلا بكم. هذه الحلقة سوف تكون عن فرقة مسرح جامعة الموصل، وأقول رحم الله أستاذي الأستاذ الدكتور عمر الطالب، فهو خير من كتب عن مسرح جامعة الموصل، وذلك حينما كتب عن مسرحية المؤلف والبطل في مجلة الجامعة الموصلية عدد أيار مايس 1977، وقال إن المسرح الجامعي الذي أنشأته جامعة الموصل سنة 1973 وقدمت له مساعدات جمة ليقف على قدميه قد ابتدأ في كلية الآداب بمسرح صغير يتسع لمئة كرسي، ووفرت له رئاسة الجامعة وعمادة كلية الآداب كل الإمكانيات الفنية، وقد ارتبطت إدارة المسرح الجامعي عند تأسيسه بعمادة شؤون الطلبة التي استمرت في دعمه وتقديم ما يحتاج إليه، وقد افتتح المسرح الجامعي رسميا من قبل رئيس جامعة الموصل آنذاك المرحوم الدكتور محمد صادق المشاط يوم 27 آذار سنة 1975 بمسرحية مغامرة رأس المملوك جابر لمؤلفها الكاتب السوري الكبير الأستاذ سعد الله والنوس، ومن إخراج المرحوم الأستاذ شفاء العمري. وكان قد انتقل لتوه أي الأستاذ شفاء من العمل في فرقة مسرح الفن في نادي الفنون بالموصل للعمل في مسرح جامعة الموصل، وقد شارك في تمثيل هذه المسرحية نخبة من طلبة الجامعة، وقام بأداء الأدوار فيها 23 ممثلا كان من بينهم الأستاذ طه حسن العشمر والأستاذ محمد زكي إسماعيل والأستاذ منهل أحمد. وقد أصدرت عمادة شؤون الطلبة وحسنا فعلت، لأنها هيئت لنا مصدرا من مصادر التوثيق الذي بدونه تطمس معظم المنجزات، يعني بمعنى أن من الضروري الاهتمام بالتاريخ والتوثيق، لأنه هناك قاعدة تقول لا تاريخ بلا مصادر، يعني لا نستطيع أن نتحدث عن شيء إلا إذا كانت لدينا مصادر ووثائق. ولذلك العمل الذي قامت به عمادة شؤون الطلبة عندما أصدرت هذا الكراس الجميل الذي وثق نشأة فرقة مسرح الجامعة كان عملها كبير جدا، لأننا اعتمدنا على هذا الكراس في التوثيق لفرقة مسرح الجامعة. ومما جاء في هذا الكراس أن رعاية الشباب وتنمية مواهبهم وقابلياتهم تقع ضمن أبرز مهام عمادة شؤون الطلبة. طبعا هذه العمادة لا توجد الآن في الوقت الحاضر، هناك مؤسسات أخرى، وأن العرض الذي ستشاهدونه الآن أول نشاط لقسم المسرح في عمادتنا، وإن شعاعات الفن ستشرق أصيلة في الموصل تحملها جداول متباينة الألوان تنحدر من فوق القمم المليئة بعبير الحياة، وأن المسرح هو المكان الأول الذي يستهدف الإنسان الفرد ويرسم التغيير قبل أن يكون ويرافق الثورة على الواقع. وطلب الكراس من الراغبين من أصحاب المواهب
مراجعة عمادة شؤون الطلبة للانضمام إلى فرقة مسرح الجامع، وأن عمادة شؤون الطلبة ستضع مادة تدريس الفنون المسرحية لمن يرغب في دراستها، طبعا هذا قبل إنشاء كلية الفنون الجميلة، وبقصد رعاية المواهب الفنية لأعضاء فرقة مسرح الجامعة ونشر الوعي الفني والثقافي وتنمية روح الابتكار والإبداع والتجديد لدى الطلبة والشباب. أما المخرج الأستاذ شفاء العمري رحمه الله فقد وضع له كلمة في هذا الكراس جاء فيها أنه حاول تجسيد النص وحاول أن يكون أمينا على تجسيد هذا النص على المسرح. الديكور هذه المسرحية صمم من قبل الفنان الأستاذ عبد الستار الشيخ رحمه الله، ونفذ المكياج من قبل الأستاذ علي حسان الجراح أيضا رحمه الله، وكان الإخراج لهذه المسرحية رائعا رغم صعوبة النص. والحقيقة أنا شاهدت هذا العرض بنفسي، وكان الحقيقة عرضا يعني بمستوى رفيع جدا، وبرز في التمثيل أحد الممثلين وكان زميلي في المدرسة الابتدائية وهو الفنان الأستاذ داود سليمان. ولاقت المسرحية الذي هي مسرحية مغامرة رأس المملوك جابر نجاحا شعبيا طيبا، وإن لم تصل إلى المستوى الطموح لأنه كان المستوى أكثر بكثير مما هو عليه في الواقع. في سنة 1976 لم تقدم فرقة مسرح الجامعة أي عمل، لكن مع مطلع سنة 1977 قدمت في شباط في 18 شباط سنة 1977 مسرحية حلاق إشبيلية لبور مارشيه ومن إخراج الأستاذ عصام عبد الرحمن، وقد شارك في هذه المسرحية 11 ممثلا من طلبة الجامعة. الشيء الجميل أن الممثلين كلهم من طلبة الجامعة، وقام بالأدوار الرئيسية منهل أحمد وشفاء العمري ووداد أصغر. وقد قدمت هذه المسرحية حلاق إشبيلية على مسرح القاعة أو فندق الإدارة المحلية الذي هو فيما بعد أصبح بناية لكلية الحدباء الجامعة. ويرى الأستاذ الدكتور عمر الطالب أن هذه المسرحية لم تكن بمستوى المسرحية الأولى بالرغم من دعم الجامعة الكبير، وأن اختيار النص يعني لم يكن ملائما لتلك المرحلة. كان من رأي الأستاذ الدكتور عمر الطالب وهو ناقد معروف وأديب وكاتب وأكاديمي أن على فرقة مسرح الجامعة أن تعتمد نصا عراقيا لتشجيع النصوص العراقية. لذلك استجابت الفرقة لهذا النقد وعملت على اختيار ما كتبه الدكتور محمد عطالله رحمه الله وكان من زملائي، وكانت مسرحيته بعنوان المؤلف والبطل. والأستاذ الدكتور محمد عطالله كاتب قصة متميز وهو أيضا مؤرخ، كتب أطروحته للدكتوراه في التاريخ الإسلامي بإشراف الأخ الأستاذ الدكتور هاشم الملاح. وقد سبق أن قدمت له دار الثقافة الجماهيرية في الموصل في نيسان 1976 مسرحية حكماء الملك زرزور من إخراج الأستاذ صبحي صبري رحمه الله. ويعرف طبعا الدكتور محمد عطالله بحسه النقدي وبنزعته التنويرية التقدمية
التحررية وبأسلوبه الساخر اللاذع. وقد أخرج مسرحية المؤلف والبطل الأستاذ شفاء العمري، وقدمت على مسرح كلية الآداب يوم 4 مايس سنة 1977. وجاء في كلمة فرقة مسرح الجامعة في الكراس التعريفي الذي وزع على الجمهور في حينه: الفرقة مظهر حي لممارسات الثقافة وصورة مشرقة لتفاعل الجامعة مع المجتمع. أما المؤلف فقال وهو يلخص مضمون مسرحيته: تسهل المشكلة عندما أو تسهل يعني يسهل فهم المشكلة عندما نعرف من أين نبدأ. يعني كان فلسفة الفكرة التي كانت تقوم عليها مسرحية المؤلف والبطل أنه عندما نسهل عرض المشكلة نعرف من أين نبدأ. وقام بالأدوار 9 ممثلين من طلبة الجامعة، ولم يكن من بينهم أي عنصر نسوي، وقد برع منهم منهل أحمد الذي جسد شخصية المؤلف. ومع هذا نجحت المسرحية بصورة ملفتة للنظر نتيجة براعة الإخراج والديكور الذي صممه الفنان التشكيلي الكبير الأستاذ راكان دبدوب. يعني شوفوا العمل كان نوع من التكامل بين المؤلف والمخرج والمصمم والديكوريشن إلى آخره. وكانت الملابس من تصميم الأستاذ أعمال الدباغ، والموسيقى التصويرية ألفها الملحن والموسيقار الموصلي الكبير الأستاذ زكي إبراهيم. وكانت المسرحية من فصل واحد، وهي تقع في 8 صفحات مكتوبة على الآلة الكاتبة، وتقع في مكان واحد يمثل في هذا المكان، هو عبارة عن غرفة صغيرة بسيطة تضم سريرا ومسجبا تراكمت عليه الثياب، ومرآة جدارية في صدر الغرفة، أمامها منضدة صغيرة تراكمت عليها الأوراق. هذه المسرحية، وأنا أخذت هذه المسرحية كنموذج لما قدمته فرقة مسرح الجامعة، وقد قدمت أعمالا كثيرة إلى أن تم حلها. هذه المسرحية كانت تنحصر في شخصية مؤلف مسرحي مغمور بائس يحاول كتابة مسرحية عن رجل سعيد، وهنا تنتابه الحيرة والقلق والتردد، لا يدري كيف يحدد ملامح الرجل السعيد، وعندما يجد الحال يلتفت إلى الجمهور ليقول: هيا انصرفوا يا سادة سأبدأ من حيث أنا. وهكذا هي فرقة مسرح الجامعة التي قدمت الكثير من الأعمال بإشراف مخرجين كبارا من أمثال الأستاذ شفاء العمري والأستاذ عصام عبد الرحمن وغيرهم من المخرجين الكبار. ونحتاج إلى وقت طويل لكي نروي قصة هذه الفرقة الجميلة التي نأمل أن تعود ثانية لتقدم مسرح الجامعة بكل صدق لجمهور الموصل، ولتساهم في نهضة الموصل الجديدة. أكتفي بهذا القدر، وإلى حلقة أخرى من برنامج موصليات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.